السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ابن السراج وما مكانته العلمية؟ وما أقوال العلماء فيه؟ ما آثار ابن السراج العلمية؟ وما أهمية كتابه الأصول في النحو؟ وما منهجه وأسلوبه في تأليفه؟ ما المسائل النحوية التي تفرد بها ابن السراج؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان ابن السراج شيخ العربية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع ابن السراج شيخ العربية. نرحب بدءاً بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة غريسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من مدينة أفيون الدكتور زكريا قصاب، الأستاذ المساعد بجامعة أفيون كوجاتبة تركيا. مرحبا بكم أستاذ زكريا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحياك. نبدأ دكتور حمدي، حدثنا متفضلا عن ابن السراج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أبو بكر محمد بن السري ابن السراج النحوي البغدادي. يقول عنه المرزباني: كان أحدث أصحاب المبرد سنا مع ذكاء وفطنة، وكان المبرد يقربه فقرأ عليه كتاب سيبويه، وهذا من عادة المتعلمين في ذاك الزمان أن يقرأ كتاب سيبويه، لأن كتاب سيبويه هو الكتاب الذي يتعلمه الذي يريد أن يتعلم النحو والصرف والأصوات في ذاك الزمان. نعم. ثم اشتغل بالموسيقى. نعم. فسئل عن مسألة بحضرة الزجاج. الزجاج كان أسن منه، كان أكبر منه يعني. فأخطأ في جوابها فوبخه الزجاج، وقال: مثلك يخطئ في هذه المسألة؟ والله لو كنت في منزلي ضربتك. يعني لو كنت في منزلي ضربتك، يعني لو كنا معا في المنزل، يعني أنا الذي أخطأت. نعم. لضربتك، لكن المكان لا يسمح بهذا. فقال يعني قال له: وما زلنا نشبهك في الذكاء بالحسن بن الرجاء. فقال: قد ضربتني يا أبا إسحاق، وكان علم الموسيقى قد شغلني. ثم رجع إلى الكتاب ونظر في دقائق مسائله، وعول على مسائل الأخفش والكوفيين. الأخفش معلوم بأن الأخفش خالف البصريين، مع أنه كان من علماء أهل البصرة، لكنه عندما ذهب إلى بغداد ليناقش أو ليناظر الكسائية ومن معه يعني، وأغري بالمال وأخذ يدرس الكتاب أو يدرس النحو، درس النحو الكتاب للكسائي ولولده. نعم. ودرس وبقي في بغداد عند الكوفيين، فتأثر بالمدرسة الكوفية وخلط بين المذهبين، تغيرت. ولذا نعم، لذا كانت له مسائل يخالف فيها البصريين كثيرا. صحيح. وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة. نعم. ويقال: ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله. جميل. نعم. نعم، عبارة رائعة جدا للعلماء في حق ابن السراج بالنسبة للنحو. عقله أو عقله، يعني كلا. يعني نعم، عقل من الموضوع أصله العقيلة. تطلق على القبيلة. صحيح. التي تأخذ أو تتكفل بدفع الدية. فتسمى عاقلة وتسمى عقيلة، وعقله أو عقله. ولأن قالوا أيضا نحو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني نعم، عقول بعقلة. نعم. نعم. وكان ابن السراج أحد الأئمة الذين أجمعوا على فضله ونبله وجلالة قدره في النحو والآداب، فهو ثقة وأديب وشاعر وإمام في النحو، وكان يحسن نظم الشعر وإنشاد المأثور منه في الأوقات والمواقف المناسبة. نعم. وكانت فيه دقة حس ورقة شعور. ذكر أبو علي الفارسي
تلميذ ابن السراج أنه قرأ على أبي بكر بن السراج ديوان النابغة من رواية الأصمعي. نعم، ولم يقتصر نشاطه الأدبي على الشعر فحسب، بل تعده إلى النثر والمنطق والعلوم الأخرى. توفي سنة 1613 من الهجرة، يعني وقد نيف على 50 تقريبا، 56-55 سنة هكذا بخلاف ما من ذكر بأنه مات في ريعان الشباب. نعم. من هنا دكتور زكريا القصاب نرحب بك مجددا. من شيوخ ابن السراج إذن ومن أبرز تلامذته؟ بداية أقول إن نشأة ابن السراج في بغداد دار العلم والثقافة في القرن الثالث والرابع الهجريين مكنته من الإفادة من شيوخ العربية في عصره وقبله، إما بطريق التحصيل الذاتي من كتبهم وإما بطريق المشافهة. فظهرت في كتبه أسماء لكبار شيوخ العربية من نحو الخليلي وسيبويه ويونس والجرمي والمازني والأخفش والفرائي والكسائي والأصمعي وغيرهم، أفاد منهم جميعا. كذلك أفاد من علماء عصره، وقد أجمعت كتب التراجم على أن ابن السراج أخذ العلم والأدب مشافهة من شيخه المبرد النحوي الأديب، ولم يذكر شيخا غيره. يعني أبرز شيوخه المبرد الذي تأثر به. نعم، المبرد النحوي الأديب المعروف. إلا أن ابن خلكان ذكر أنه أخذ العلم عن المبرد وغيره. ولعل القصة التي ذكرها الدكتور حمدي قبل قليل تفيد أنهم يقصدون بغيره الزجاجة التي آلت إليه رئاسة المدرسة البصرية بعد وفاة المبرد. ومن ثم هذه القصة تشير إلى أنه تلقى العلم عن الزجاج مشافهة، وإلا ما كان وبخه وأنبه على هذا الذي أشار إليه الدكتور حمدي في تلك المساءلة. طيب دكتور، أبرز تلاميذه؟ نعم، أبرز تلامذته الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، توفي سنة 37 و300 للهجرة، وهو صاحب كتاب الجمل والإيضاح في علل النحو. والسرافي أبو سعيد الحسن بن عبد الله المغزبان، توفي سنة 68 و300 للهجرة، وله شرح كتاب السيبوي وهو كتاب معروف. والخالي أبو علي إسماعيل بن القاسم، توفي سنة 56 و300 للهجرة، وله كتاب الأمالي وهو كتاب مشهور أيضا. والأزهري أبو منصور محمد بن أحمد، توفي سنة 70 و300 للهجرة، وله معجم تهذيب اللغة. والآمدي أبو القاسم الحسن بن بشر، توفي سنة 71 و300 للهجرة، وهو صاحب كتاب موازنة كما تعلم. نعم. والفارسي وقد ذكره الدكتور حمدي، هو من أهم تلاميذه أبو علي. نعم، أبو علي الحسن بن أحمد، توفي سنة 77 و300 للهجرة، وصاحب كتاب الحجة في علل القراءات السبع والمسائل الحلبيات والبغداديات والشيرازيات، وقد أفاد من أستاذه ابن السراج كثيرا وتأثر به في مسائل كثيرة وتابعه في تلك المسائل كما سنرى. والرومانية علي بن عيسى أيضا، توفي سنة 84 و300 وهو صاحب شرح كتاب السيبوي، وهو شرح مشهور أيضا. وكان يملك السراج نسخا من هذا الكتاب كثيرة ساعدته في فهم كتاب السيبوي. طيب، فهما دقيقا. سأعود إليك أيضا دكتور. إذن دكتور حمدي، ما أبرز أقوال العلماء في ابن السراج؟ للعلماء أقوال
جيدة في ابن السراج تبين مكانته. نعم تبين مكانته، وأنه عالم ثقة، له المؤلفات التي قبلها العلماء. يعني ابن الأنباري المتوفى سنة 77 و500 من الهجرة يقول عنه: وكان ثقة. ومصطلح ثقة مأخوذ من المحدثين، وهو مصطلح من المصطلحات العالية. نعم، يعني فيه ما هو أعلى منه ثقة ثقة، لكن عندنا ثقة. في النحويين يقولون ثقة على أنها درجة عالية لكي يقبلوا يعني روايته. نعم نعم، يعني وخاصة بأن علماءنا الأوائل وضعوا شروطا في أمور التعلم والتعليم. صحيح. خاصة العلماء. نعم، قال ابن خلكان: كان من أهل العلم والأدب والدين المتين. نعم، قال ابن درستوي: كان ابن السراج من أحدث غلمان المبرد سنا مع ذكائه وفطنته، وكان المبرد يميل إليه ويقربه وينشرح له ويجتمع معه في الخلوات والدعوات ويأنس به. يعني دلالة على أنه بلغ درجة كبيرة في العلم مع المبرد، وإلا ما اتخذه. علاقة المبرد بابن السراج تذكرنا بالخليل مع سيبوي. مع سيبوي. نعم. ولذا يعني كتابه الأصول من الكتب الجيدة. نعم، في هذا المجال. قال أبو عبد الله المرزباني عن ابن السراج أيضا: صنف كتابا في النحو سماه الأصول. انتزعه من كتاب سيبويه وجعل أصنافه بالتقاسيم على لفظ المنطقيين، موضوع التقسيم. نعم، فأعجب بهذا اللفظ الفلسفيون، وإنما أدخل فيه لفظ التقاسيم أو أدخل فيه لفظ التقاسيم. فأما المعنى فهو كله من كتاب سيبويه على ما قسمه ورتبه. يعني المحتوى والمعنى هو المحتوى من كتاب سيبويه، والأصل من كتاب سيبويه. أما التقسيم، لكن التقسيمات أهل المنطق، على أهل النظام، أهل المنطق، وهو متأخر عن سيبويه، أفاد من هذه الأمور. والقرن الثالث طبعا كان في أمور الترجمات والأمور كانت الكلام والمنطق. نعم، كانت موجودة في ذاك الزمان يعني. نعم، إلا أنه عول فيه على مسائل الأخفش الأوسط ومذهب الكوفيين، وخالف أصول البصريين في أبواب كثيرة لتركه النظر في النحو وإقباله على الموسيقى. وصنف على ما بلغني، ده المرزباني هذا الذي يقول، كتبا غير ذلك، ولم تطل مدته ولكن اعتبط، وكان الأخفش الصغير إلى آخره من الكلام. الموضوع الأقران والمهاجاة بين العلماء لا ندخل فيها. قال ابن أبي أصيبعة، المتوفى سنة 68 و600 من الهجرة، وفي التاريخ أن الفارابي إسحاق بن إبراهيم كان يجتمع بابن السراج فيقرأ عليه صناعة النحو، وابن السراج يقرأ عليه المنطق. أتى من هنا موضوع المنطق. نعم، التقسيمات المنطقية التي قسم كتابه عليها أفادها من الفارابي، من تعلمه المنطق على الفارابي. نعم، لكن لب النحو أغلبه من كتاب سيبوي. نعم، لا نقول كله، لأنه أخذ من مسائل الأخفش والكوفيين. صحيح. ولذا هو في المدرسة ليس بصريا خالصا ولا كوفيا خالصا، وإنما أغلب ما عنده هو كلام للبصريين، وقليل عنده من كلام الكوفيين. يعني بغدادي ينزع إلى البصريين كثيرا. نعم. طيب. أما تواضعه، قصة في تواضعه. قال أبو الحسن علي بن عيسى الرماني: جرى بحضرة ابن السراج ذكر كتابه في الأصول النحوية الذي صنفه، فقال قائل: هو أحسب من كتاب المقتضب المبرد. فقال أبو بكر ابن السراج له: لا تقل هذا، فإنما استفدنا ما استفدناه من صاحب المقتضب. وأنشد: ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة، شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها، فقلت: الفضل للمتقدمين. هذا يبين أهمية كتاب الأصول، سنأتي عليه. نعم. أيضا دكتور اسمح لي قبل الفاصل، مشاهدينا الكرام، قبل فاصل ديوان العربي، لأن دكتور زكريا قصاب بدقيقتين حدثنا متفضلا عن أهم كتب ابن السراج. لقد كان ابن السراج عالما موسوعيا، ألف في فنون اللغة المختلفة من أدب ونحو وصرف وعروض وخط،
وهجاء وقراءات، وقد ذاع صيت بعض مؤلفاته، وتعهدها بعض العلماء بالشرح والتحليل والدراسة، ولم يصل إلينا من كتبه إلا القليل منها، وأهمها كتاب الأصول في النحو أو كتاب الأصول الكبير، وشرح كتاب سيبويه واحتجاج القراء وجمل الأصول أو مجمل الأصول، وهو كتاب في النحو يظن أنه مختصر بكتاب الأصول الكبير، والإجاء أو الخط وقد طبع في مجلة المورد العراقية، وما أسر من جامع المنطق وكتاب الجمل وهو كتاب في النحو، ورسالة الاشتقاق وهي رسالة لم تتم، حققها في دمشق محمد علي الدرويش ومصطفى قدري، وحققت أيضا في بغداد من قبل صالح التكريتي. صحيح. نعم. وكتاب العروض وكتاب النوادر وكتاب الرياح والهواء والنار وكتاب الشعر والشعراء، وهي كتب يعني لا نعرف الكثير عن مضمونها لأنها مفقودة. وكتاب الموجز هو كتاب في النحو والصرف شرحه الروماني، وكتاب المواصلات في الأخبار والمذاكرات أيضا لا يعرف شيء من محتوياته. يعد كتاب الأصول في النحو من أشهر مؤلفاته، ويقرأ في ثلاثة أجزاء، طبع في مؤسسة الرسالة بتحقيق العلامة الدكتور عبد الحسين الفتلي سنة 85 و900 وألف، ووضع الدكتور محمود طناحي فهارسه عام 86 و900 وألف. حقق الكتاب مرة أخرى من قبل الدكتور محمد عثمان، ونشر الجزء الأول منه في مكتبة الثقافة الدينية. نعم، إذن فلنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب. ستكون هذا الأسبوع مشاهدينا مع أبي صخر الهدلي ورائيته الغزلية. أبو صخر الهدلي شاعر أموي مشهور، وله كثير من القصائد الطويلة والمقطوعات القصيرة، أشهرها رائيته التي تغزل فيها بامرأة من قضاع اسمها ليلى بنت سعد، وفيها قال: لليلى بذات الجيش دار عرفتها، وأخرى بذات البين آياتها سطر، أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الذكر، فما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت لا عرف لدي ولا نكر، ويمنعني من بعض إنكار ظلمها إذا ظلمت يوما وإن كان لي عذر، مخافة أني قد علمت لئن بدا لي الهجر منها على ما هجرها صبر، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وينبت في أطرافها الورق النضر، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، أجرتك حتى قيل ما يعرف الهوى، وزرتك حتى قيل ليس له صبر، فيا حب ليلى قد بلغت بي المدى وزدت على ما ليس يبلغه الهجر، ويا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر، فيا حبذا الأحياء ما دمت فيهم، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع ابن السراج شيخ العربية. قد وصلنا دكتور حمدي إلى كتاب الأصول، ولكن قبل محتواه نريد أن نعرف دكتور ما منهج ابن السراج، ما ابن السراج النحوي في كتاب الأصول وما مذهبه؟ ابن السراج معلوم بأنه درس على
كبار علماء البصريين وهو المبرد في زمانه، وتأثر به كثيرا ودرس أيضا على تلميذه، تلميذ المبرد الزجاج الذي درس على ثعلب قبل الزجاج، قبل المبرد. نعم، وأفاد من هذين العالمين وأفاد من غيرهما كذلك. لكن الذي ينظر في كتاب الأصول يجده اعتمد على أمور العلل النحو والمقاييس كثيرا، كما هو حال أهل مدرسة البصرة. نعم، كان يعنى بالقياس عناية فائقة جعلته يهاجم من يعتدون بالشواذ والنوادر. الذين يعتدون بالشواذ والنوادر هم الكوفيون، أو الذين تتلمذوا لعلماء أهل الكوفة وكانوا في بغداد ينزعون إلى أهل الكوفة كثيرا. وهم الذين ينص عليهم البغداديون الذين ينزعون إلى البصرة كثيرا، ينصون عليهم بقولهم وقال أهل بغداد أو قال البغداديون. نعم، يعني هو بغدادي، هو بغدادي ينزع إلى أهل البصرة كثيرا، يعني لأنه أفاد من الأخفش ومن الكوفيين. فهذه الأمور التي أفادها جعلته بغداديا ينزع، لكنه ينزع إلى أهل البصرة كثيرا، لأن الذين كانوا في بغداد منهم من كان ينزع إلى أهل البصرة كثيرا، ومنهم من كان ينزع إلى أهل الكوفة كثيرا. وقليل منهم من خلط بين المذهبين وساوى بينهما. يعني لا نستطيع أن نقول بأن هذا ساوى بين الأمرين، وإنما نجد النزوع إلى أهل البصرة إما كثيرا أو قليلا، نزوع إلى أهل الكوفة كثيرا أو قليلا، مع وجود آراء واجتهادات خاصة بهذا العالم. يتكلم على أمور الشاذ، يقول واعلم أنه ربما شذ الشيء عن بابه، فينبغي أن تعلم أن القياس إذا اضطرد في جميع الباب، كلام البصريين هذا. نعم، لم يعنى بالحرف أي الكلمة الذي يشذ منه فلا يضطرد في نظائره، وهذا يستعمل في كثير من العلوم. ثم يضع يقول قاعدة منطقية، ولو اعترض بالشاذ على القياس المضطرد لبطل أكثر الصناعات. ليس موضوع النحو فقط، هذا هو يعمم على وهذا تأثر بالبصرية، هذا تأثر بالمدرسة البصرية. نعم صحيح. نعم. ثم يتكلم عن الشاذ ويقسمه ثلاثة أقسام، يعني شاذ قياسا فصيح استعمالا، مثل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ هذا من ناحية القياس شاذ، من ناحية الاستعمال فصيح لوروده في القرآن الكريم. لأنه الأصل استحاذة كما يقول أهل الصرف، وانقلبت الألف. نعم، يعني يقول لك استثقلت الفتحة على الواو فنقلت إلى الساكن الصحية قبلها، فتحركت الواو بحسب الآن، وتحرك ما قبلها بحسب الأصل، فقلبت الواو ألفا، لأن أصلها الأصل الألف واو هنا. يعني أصل نعم صحيح. يعني الأصل يقول استحاذة يعني. نعم. الأمر الثاني شاذ استعمالا ودون قياس، يعني مثلا يدع ويذر، هذان فعلان مضارعان، الأصل ودع وذر، لكن المستعمل ترك. صحيح. يعني ما ودعك ربك وما قلى، قراءة لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو الجمعات. يعني هناك الحديث قراءة وهناك حديث. نعم، على الأصل لكن قليل، قليلة. الكثير ترك. نعم، وعلى ذلك وذر كذلك. فقالوا يعني من ناحية الاستعمال الفعل الماضي من يدع ويذر، من ناحية الاستعمال شاذ لأنه قليل. صحيح. نعم، من ناحية القياس قياسي. قياسي. نعم، فيه شاذ استعمالا وقياسا. وذكر اليجدع، دخول على الفعل المضارع اليجدع الترضى، وإن كان لها تأويل بأنه الموصولة. موصولة. نعم. ما أنت بالحكم الترضى. الترضى. نعم. أو اليجدع والحمار اليجدع. نعم. نعم هذا. ويقول أيضا في البيت الشعري الشاهد على مجيء أفعل التفضيل من الألوان، يا ليتني مثلك في البياض أبيض من أختي بني إباضي. يقول يذكر قول المبرد أستاذه. نعم. هذا معمول على فساد، وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه،
وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو. نعم. يقصد الكوفيين. هنا يقصد الكوفيين. نعم. 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 ومن لا حجة معه وتأويل هذا وما أشبهه في الإعراب كتأويل ضعفة أصحاب الحديث وأتباع القصاص في الفقه. نعم نعم دكتور. هذا طبعا يدل على اتباعه للبصريين كثيرا. نعم. وأحيانا يأخذ بالكوفي. أحيانا. طيب. نعم. صحيح. ورد بعض المصطلحات صحيح. التي نعم. ولكن نحاول أن نختصر دكتور. إذا دكتور زكريا قصاب حدثنا متفضلا عن كتاب أصول النحو بعد أن تحدث دكتور حمدي قبل قليل عن المنهج. نعم. يعد كتاب الأصول من أمهات كتب الفن، ولعله من أهم كتب النحو بعد كتاب سيبويه. جمع فيه أصول العربية ورتب مسائل سيبويه أحسن ترتيب في كتاب أصبح المرجع إليه عند اضطراب النقل واختلافه. وقد نظر فيه في دقائق في كتاب سيبويه وعول على مسائل الأخفش والكوفيين وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة. قال عن كتابه: فتفهم يريد القارئ لكتابه هذه الأصول والفصول، فقد أعلمت في هذا الكتاب أسرار النحو وجمعته جمعا يحضره وفصلته تفصيلا يظهره ورتبت أنواعه وصنوفه على مراتبها بأخصر وأقل طريق من القول وأبينه. يعني يبين هنا أهمية هذا الكتاب ومحتواه عموما. يبين أهمية هذا الكتاب والمنهج الذي سار عليه. صح. أما ترتيبه فكان على النحو الذي نألفه في عصرنا، فبدأ بالمرفوعات من الأسماء ثم المنصوبات والمجرورات، وانتقل إلى التوابع بعد ذلك، فذكر النعت والتوكيد وعطف النسق وعطف البيان والعطف بالحروف، أشار إلى نواصب الأفعال وجوازمها، وزاد باب التقديم والتأخير وباب الإخبار بالذي وبالألف واللام، وانتهى إلى مسائل الصرف. طيب. قد أحكم ابن السراج ضبط معاقب كتابه فلا استطراد فيه على النحو الذي نجده في كتاب سيبوي، وكان بكل موضوع باب مستقل ومسائل تتعلق بالباب. وقد بدأ بتعريف النحو العربي وانتهى إلى باب ضرورة الشعر. نعم جميل. وشواهده تنوعت من قرآن كريم وقراءات وحديث شريف وشعر ونثر، واستشهد بالشعر في أماكن كثيرة من كتابه بما ثبت عن العرب أو أنه فهم على غير وجهه الصحيح. نعم. كثير من الشواهد التي استشهد بها كانت للغات العرب المختلفة أو للهجات بعض قبائلهم أو لتعزيز القواعد التي قال بها فريق من النحاة، لأن السماع جاد بها وأنكرها فريق آخر لأنها تتعارض مع القياس أو لأنهم لم يطمئنوا إلى السماع. نعم دكتور زكريا. دكتور حمدي أيضا حدثنا متفضلا عن تأثر السراج بمن سبقه من العلماء، يعني باختصار شديد دكتور تفضل. من المعلوم أن ابن السراج درس كتاب سيبوي، وأنه يعني ضمن كتابه المحتوى العام من كتاب سيبويه، والتقسيمات تقسيمات منطقية أفادها من دراسته للمنطق. وكتاب سيبويه فيه العلماء الذين يعني السابقين على سيبويه، فهؤلاء العلماء الموجودون في كتاب سيبويه هم موجودون في كتاب
ابن السراج. يعني مثلا نجد في كتاب السراج من علماء البصريين نجد ابن أبي إسحاق ونجد عيسى بن عمر ونجد أبا عمرو بن العلاء الحضرمي والخليل بن أحمد الفراهيدي وأبو الخطاب، ونجد أبو الخطاب الأخفش الأكبر ويونس بن حبيب وأبا زيد الأنصاري والأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة والجرمي والمازني والرياشي وأبا العباس المورد، هؤلاء من البصريين. وأيضا ضمن كتابه آراء أو مسائل للأخفش الأوسط، وكما ذكرنا والأخفش الأوسط كما عرفنا بأنه بصري ثم صار بغداديا عندما جمع بين أمور البصرة والكوفة، وأيضا أفاد من علماء أهل الكوفة. يعني نجد من الكوفيين الكسائي والأحمر والفراء والطوال وثعلب، وهؤلاء كوفيون. نعم. فأفاد من علماء المدرستين. طيب. نعم. دكتور، في يعني سؤال آخر، حدثنا متفضلا عن رسالة الاشتقاق لابن السراج، قبل أن أعود إلى دكتور زكريا في سؤال أخير ليحدثنا عن الكتب المؤلفة في. نعم. الاشتقاق، تفضل يعني في دقيقة واحدة سمحت. نعم. تعريف عن هذه الرسالة. نعم. طبعا ذكر بأن العلماء من اختلفوا في موضوع الاشتقاق في الكلام العربي، هل كله مشتق أو كله غير مشتق، أو أن بعضه مشتق وبعضه غير مشتق. يعني العلماء اختلفوا في هذا، يعني كل قول نجد من العلماء من يقول بأن الكلام كله مشتق، ومنهم من يقول بأن الكلام كله غير مشتق، ومن العلماء وهم جمهور العلماء من قالوا إن بعض الكلام مشتق وبعضه غير مشتق، وهذا ما عليه الجمهور. يعني هو كتاب أو رسالة اشتقاق هو في التصريف؟ في التصريف. نعم. نعم. الاشتقاق هنا يقصد به الاشتقاق الأصغر، الأصغر. لأنه الاشتقاق عندنا أربعة أنواع. صح. نعم. الاشتقاق العام أو الصغير اللي هو معروف عند الصرفيين، اللي هو سواء الذين اختلفوا فيه هل الاسم الجامد المصدر أو الفعل، ويشتق منه البقية، بقية الأمور، اسم الفعل واسم المفعول، بقية المشتقات. صحيح. أو هذا اسمه الاشتقاق العام أو الاشتقاق الصغير. صح. أو الأصغر. أو الأصغر. نعم. في الاشتقاق أيضا طبعا، وهذه الرسالة في هذا النوع يتكلم عن الاشتقاق ما هو، ثم يتكلم عن هل جميع الألفاظ التي تتفق حروفها بعضها مأخوذ من بعض أم بعضها دون بعض، إن كان بعضها مشتقا بما يعرف الأصل من الفرع. الرابع، إذا اشتق لشيء من كلمة بناء من الأبنية، فهل يلزم أن يكون ذلك اللفظ والبناء لكل ما وجد فيه ذلك المعنى أم لا؟ ثم ما الغرض في الاشتقاق ولما وقع في الكلام وما الحاجة إليه؟ ثم هل في العلم به منفعة في علم اللغة؟ طبعا عرف الاشتقاق بقوله سأل سائل فقال، ما معنى قولنا هذا الحرف؟ والمقصود بالحرف عند علمائنا القدماء الكلمة. الكلمة. نعم. نعم. حتى. صحيح. نعم. 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 مشتق من هذا الحرف. قيل له لن يستحق هذا الاسم حتى يجتمع له شيئا. أحدهما أن تجد حروف أحدهما التي يقدرها النحويون بالفاء والعين واللام موجودة بأعيانها. الأصل في الحرف الآخر. نعم. يعني الأصول موجودة. موجودة. ثم بعد ذلك يعني تشتق كلمة من كلمة. تغيير. نعم. يعني مثلا. نعم. ضرب ضارب. نعم. مضروب. هكذا. ضراب. هذا هو الاشتقاق. مع الاشتراك في بعض المعنى. نعم. نعم. نعم دكتور، واضح. في آخر دقيقة للأسف دكتور زكريا، يعني اذكر لنا أبرز الكتب المؤلفة في الاشتقاق. أُلف في الاشتقاق عدد من المؤلفات القديمة والحديثة، أما المؤلفات القديمة فأهمها ما كتبه أبو العباس الفضل بن محمد الضبي، توفي سنة 68 و100 للهجرة، وأبو علي محمد بن مستنير المعروف بقطب، توفي سنة 60 و200 للهجرة، وأبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، توفي سنة 15 و200 للهجرة، وأبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، توفي سنة 15 و200 للهجرة، وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد، توفي سنة 85 و200 للهجرة، وكذلك ما كتبه الزجاج معلم وأستاذ السراج، وما كتبه السراج أيضا
وما كتبه ابن بريد وابن درستويه وله الاشتقاق الكبير والصغير، وابن خالويه أيضا والروماني والزجاجي وابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وياقوت الحموي في معجم البلدان، وجرى فيه على بيان اشتقاق أسماء البلدان العربية، وجرى أيضا على التمحل باشتقاق البلدان غير العربية بأن يجعل لها اشتقاقا ووزنا صرفيا كما فعل في إربل والآمد وغير ذلك والأقاليم أيضا. هذه الكلمات حاول أن يجد لها أصلا عربيا ووزنا كذا. بوركت، في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع إذا نشكر ضيفنا عبر سكايب من مدينة أفيون الدكتور زكريا قصاب الأستاذ المساعد بجامعة أفيون كوجا تبة التركية. شكرا جزيلا لكم أستاذ قصاب، بارك الله فيك وفيك ربي بارك. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة، وفقرة صحيح القول ستكون هذا الأسبوع عن أخطاء العدد من حيث إعرابه. أخطاء العدد من حيث إعرابه. يعامل العدد 8 معاملة الاسم المنقوص إذا كان غير مضاف وكان المعدود مؤنثاً، فتحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر وتثبت في حالة النصب، ويتضح الخطأ بمخالفة ذلك في نحو قولهم منهم 78 امرأة، وصحيح القول 78 امرأة بتنوين الكسر لا تنوين الضم، ومثل قولهم بلغت 38 قذيفة، وصحيح القول 38 أو 38 قذيفة، لأن ياء المنقوص تثبت في حالة النصب. العدد المركب وهو من 11 إلى 19 يكون مبنياً على فتح الجزئين في جميع حالاته الإعرابية رفعاً أو نصباً أو جراً ما عدا العدد 12 الذي يعرب نصفه الأول كالمثنى بالألف رفعاً والياء نصباً وجراً، ويبقى نصفه الثاني مبنياً على الفتح، ويتضح الخطأ بمخالفة ذلك في نحو قولهم في 15 من الشهر القادم، وصحيح القول في 15 من الشهر القادم، مبني على فتح الجزئين، ومثل قولهم اتفق أعضاء أوبك 12، وصحيح القول 12. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ها قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني وعنوانها هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة المائدة الجزء الأول. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في البيان القرآني، ونبدأ من قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا في المائدة. وقال جل وعلا في سورة الحج وأحلت لكم الأنعام. هنا دكتور ما وجه زيادة بهيمة كما رأينا في آية المائدة مع الاشتراك في الحل؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سورة المائدة المقصود بكلمة بهيمة الأنعام من الوحشي، يعني الوحشي من الأنعام، ليس الأنعام الأهلية كالبقر والغنم والإبل والمعز، لأنها أصلا يعني هي حلال من آخر ما نزل سورة المائدة، فلا بد أن يذكر فيها أن بأنه حلال، يعني الضباء حلال، بقر الوحش حلال، جاموس الوحش حلال، يعني هذا وحشي. صحيح. فعندما قال بهيمة الأنعام بيّن لنا الوحشي، يعني هذا حلال. أما أحلت لكم الأنعام في سورة الحج وسورة الحج لا بد من ذكر الأنعام التي يجوز أكلها للحاج، يحرم عليه الصيد، وما يصاد هو من الأمور الوحشية. صحيح. فلذا ذكر له وأحلت لكم الأنعام اللي هو الأصناف الثمانية المذكورة من الإبل 2 ومن البقر 2 ومن الغنم 2، وطبعا المعز يدخل مع الغنم. صحيح. يقول جاء في التفسير البسيط
تفسير البسيط للإمام الواحدي أغلب ما فيه من أمور نحوية مأخوذة من إعراب القرآن للزجاج. نعم. نعم. يعني الأمور النحوية واللغوية أخذ من إعراب القرآن للزجاج. وهو سابقة. الإمام نعم سابق عليه. نعم هو في القرن الخامس 468 تقريبا قبل الواحد. نعم. بخلاف الزجاج في نهاية يعني نهاية الثالث وبداية الرابع توفي 311. نعم. نعم. يقول يذكر الإمام النووي وقال الكلبي بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش وحمر الوحش. حمار الوحش يؤكل. يؤكل. أما الحمر الأهلية لا تؤكل. ولذا في غزوة خيبر يعني حرمت الحمر الأهلية. أما الحمر الوحشية فباقية على حلها. وكانوا قبل غزوة خيبر يأكلون الحمر الأهلية. ثم نزل التحريم. حرمت. نعم. الأهلية. أما الوحشية باقية على أصل الحل. هي حلال. لأن الأصل في الأشياء الحلال. حلال. صحيح. نعم. صحيح. نعم. وهو اختيار الفراء والزجاج. وعلى هذا القول قال أبو بكر أضاف البهيمة إلى الأنعام. لأنه لو أفردها فقال البهيمة أو البهائم وقعت على الأنعام وعلى غيرها. غيرها. نعم. مما حُذِر وحُرِّم فأضافها إلى الأنعام ليُعرف جنس البهيمة. جميل. جميل. ومثل هذا قال القرطبي وغيره من المفسرين. جيد. نعم. أيضا من المتشابه اللفظي في سورة المائدة قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا في المائدة، وقال تعالى في سورة الفتح يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وفي الحشر كذلك. ما توجيه الاختلاف هنا دكتور؟ من ربهم من الله. من الله. نعم. الرب هو المربي والمصلح. نعم. والله هو المعبود. فالاختيار من ربهم في سورة المائدة لأنه اكتنفها، يعني تقدمها أوامر. نعم. ونواه، يعني أحكام شرعية. والأحكام الشرعية يتربى بها الإنسان. يختبر بها الإنسان ليعرف هل يتبع أم يمتنع. سبحان الله. يعني نعم. من ربهم جاءت مناسبة، مناسبة لهذا. أما في الفتح والحشر المواطن مواطن عبادة. ومواطن العبادة يستلزمها أو يناسبها الله. لأن الله هو المعبود بحق. صحيح. نعم. أيضا من المتشابه اللفظي في سورة المائدة مشاهدينا الكرام قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا في المائدة، وقال تعالى بعد ذلك في السورة نفسها ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ما الفرق هنا دكتور البياني بين الآيتين في المتشابه اللفظي؟ نعم. الآية المائدة الأولى ورد فيها الإفصاح عن العلة الداعية للاعتداء أن صدوكم عن المسجد الحرام. فلذا ناسبها أن تعتدوا. نعم. نعم. فناسبها قوله أن تعتدوا. الآية الثانية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا مبنية على الأمر بالعدل، فناسبها قوله ألا تعدلوا، فاختلف الأمر. نعم. وليس فيها الآية الثانية لم يذكر قبلها أو بعدها ما يبين موضوع الاعتداء. الاعتداء على المسجد الحرام. نعم. لذلك أيضا من المتشابه اللفظي في سورة المائدة قوله تعالى واخشوني اليوم بحذف الياء، وكذلك واخشوني ولا تشتروا في المائدة أيضا، بينما في سورة البقرة وغيرها واخشوني بالياء بالإثبات يعني. نعم. هنا دكتور ما توجه ذلك؟ نعم. هذه أمور تدخل في الأمور الصوتية والتي تتبعها الأمور الكتابية. يعني فلا تخشوهم واخشوني اليوم. في النطق واخشوني اليوم لا ننطق الياء. صحيح. لذا الكتابة تبعت النطق. الكتابة تبعت النطق بحذف الياء. وكذلك واخشوني ولا تشتروا، لا يوجد التقاء ساكنين. صحيح. لكن السورة سبقها في السورة
ما حذفت ياؤه فتبعته، كانت فيها مناسبة لفظية لما قبلها في السورة، لتكون الأمور في السورة مكتوبة على نظام واحد. أما في سورة البقرة فأتت على الأصل، الأصل واخشوني هو إثبات الياء، إثبات الياء، وما يأتي على الأصل لا يسأل لماذا أتى. نعم نعم. أيضا من المتشابه اللفظي في سورة المائدة قوله تعالى: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى في سورة النحل: وكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لماذا اختلفت هنا الفاصلة دكتور، تعلمون وتسلمون؟ أولا المائدة مدنية وفيها أحكام وخطاب للمؤمنين بما يجب عليهم من الطهارة لصلاتهم، وفيها تعليم لهم كيفية عملهم في ذلك، وفيها إنعام عليهم برخصة التيمم إذا عدموا الماء، وكل هذا مستوجب للشكر لله سبحانه وتعالى. فقيل في ختام هذه الآية: لعلكم تشكرون. نعم. أما آية النحل فإن السورة كلها مكية، والأمور المكية يكثر فيها الكلام عن أمور الخلق وأمور النعم، يعني يبين المولى عز وجل فيها ما أنعم به على هؤلاء، على الناس جميعا، من أمور الخلق، خلق السماوات، خلق الأرض، من خلق الأنعام، خلق النحل، خلق كذا 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 كذا، كل هذا لعلكم تسلمون. حتى لعلك تسلم، تؤمن بهذا الخالق، صحيح، تؤمن بهذا الرازق، تؤمن بهذا الذي أعطى لك هذه النعم، فنسبه لعلكم تسلمون. في آخر دقيقة ونصف دكتور، أيضا من المتشابه اللفظي في سورة المائدة قوله تعالى: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقال تعالى في الآية التي تليها في المائدة: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيضا هنا ما الحكمة من تكرار في التكرار عموما، واختلفت الفاصلة أيضا هنا دكتور؟ نعم، واتقوا الله، واتقوا الله، والفاصلة الأولى إن الله عليم بذات الصدور بما تعملون. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم، الآية الأولى، وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وأيضا سبقها آية التيمم والوضوء والنية، والنية محلها ذات الصدور، القلب، صحيح، القلب، فناسبها إن الله عليم بذات الصدور. سبحان الله. أما الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب أقوام للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا عمل، والعمل نسبه إن الله خبير بما تعملون. نعم نعم. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية، حياكم الله. شكرا لكم الله دكتور. وياكم، بارك الله فيكم وفيكم. مسك الختام مشاهدينا سيكون هذا الأسبوع مع فقرة سيرة عالم، بالتأكيد اخترنا لكم هذا الأسبوع ابن سراج صاحب الأصول في النحو، في رعاية الله. ابن السراج شيخ العربية هو محمد بن السري بن سهل أبو بكر بن السراج البغدادي النحوي، المعروف باسم ابن السراج نسبة إلى عمل السروج. ولد في بغداد، ويعده مؤرخ النحو العربي من رجال المدرسة البغدادية في النحو، إلا أنه كان يميل إلى النحو البصري أكثر، ويعود ذلك إلى تأثير شيخه المبرد. تمتع بقدر وافر من الذكاء والفطنة عكسته مؤلفاته التي حظيت بثناء علماء فنون القراءات والنحو واللغة والأدب والخط. أفاد ابن السراج من علوم عصره على اختلاف فنونها، وقد كان في بعضها معتمداً على نفسه في البحث والتنقيب والاطلاع، وفي غير ذلك يتلقاه على شيوخ عصره، لكن كتب التراجم قد أجمعت على عالم واحد صاحبه ابن السراج وأخذ عنه العلم، هو أبو العباس المبرد إمام نحاة البصرة، في حين ذكر ابن خلكان أنه أخذ عن المبرد وغيره. وأبرز تلاميذه أبو القاسم الزجاجي، وأبو سعيد السرافي، وأبو علي الفارسي، وأبو الحسن الرماني، وأبو علي القالي، وأبو منصور الأزهري، وأبو القاسم
الآمدي. أبرز كتبه الأصول في النحو، ويعد أشهر مؤلفاته، وقد قيل ما زال نحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله. ومن كتبه الأخرى شرح كتاب سيبويه، العروض، الشعر والشعراء، الخط والهجاء، الاشتقاق وهو في علم التصريف، المواصلات والمذكرات، الموجز في النحو وهو كتاب في النحو والصرف شرحه الرماني. توفي أبو بكر بن السراج البغدادي رحمه الله سنة 1300 من الهجرة.